مسطره تدريبيه ناخدها الدراسات العليا زي ما اتفقنا هيبقى سكتنا حاجه من الاثنين. لو احنا مسافرين بره هيبقى بنستعيد من الاول. انا بالنسبه لحاجه واحده بس عايز اعرفها لكم، ان بالنسبه لل او معادله الشهاده عشان ادخل في حركه النيابات بتاعت اوروبا بصفه عامه، الاتحاد الاوروبي اتفقوا مع بعض اتفاق ضدنا. قالوا ايه؟ قالوا ان لو عملت شهاده المعادله يبقى انا داخل الريزدنس بروجرام بتاع الخريجين بتوعنا. فقالوا عملوا اتفاقيه من ضمن الاتفاقيه بتاعتهم ان نمره واحد يتاخد بالنيابات دي خريجين البلاد نفسها، خريج اليو كي اولا، حقهم طبعا، بعديه اليوروبيان يونيون، وبعديه ما بقي من دول اوروبا الشرقيه، وبعديه من الاسكندنافيا مش عارف بعض الدول اللي خارج الاتفاقيه الدوليه، اند فاينالي العرب والانجليز. فالحقيقه الطريق ده اي كانت اشور يو ان فرصته بقت كويسه زي زمان. كان زمان يقول لك ده حاجه اللي بتتدرب على التخرج، دكتور مجدي يعقوب حاجه اللي بتتدرب على التخرج على طول، ده كان هندسه مكان وكان ما كانش فيه الكلام ده. كان الدكتور حتى من غير معادله بالبكالوريوس المصري بيروح يشتغل ويدخل في النيابه على طول، ما عادش الكلام ده موجود. تبقى في بلان، وطبعا زي ما قلنا في لانجوج تيست، يعني مثلا في بالنسبه للانجلترا الجيلت، بالنسبه لامريكا التويفل، بالنسبه فرنسا هي كذا نوع من الامتحانات الفرنسيه وهكذا. بيبقى مطلوب فيه سكور عالي ومستوى معين. وكل ده ليه؟ عشان اقدم حركه النيابات وهم بياكدوا على الويب سايتس بتاعتهم. ودي حقيقه ان بعد ما خدت المعادله مش هتضمن لك انك تاخد تلاقي ريزدنسي. مش هتضمن لك حاجه زي دي. فانا رايي الشخصي اللي بيناسب اغلب الناس ان هم ياخدوا البلان بتاعت اول 5 سنين في مصر. يخلص فيها على الاقل 3 سنين الاولين بتوعها النيابه، ويخلص فيها التكنيكال تريننج كورس ويعمل سي في قوي، ويا ريت يكون مخلص الماستر، ولو امكن يكون عامل شهاده انترناشونال متاحه في مصر زي اما ار سي دي او الزماله المصريه او الزماله العربيه الاريبيان بورد او السعوديان بورد. كل دول ممكن وانا في مصر هنا بجهزهم وامتحنهم، ودول بيدوا درجه الشهاده كلهم في النهايه ان هي الشهاده دي معترف بيها. واطلق ال5 سنين دول بان انا كواليفايد ان انا ابقى استشاري في اي دوله في الدنيا وابدا اعمل خطه السفر. حكايه ان انا ادخل في الريزدنس بروجرام بتاع بره صعب، فيري تشالنج، واللي هيعمله ممكن من حقه وربنا يوفقه فيه، بس لازم تبقى عارف كويس ان اوروبا بالذات بتعاني من مشاكل اقتصاديه زي الدول العامه. فاعمل برايورتي للاطباء الخارجين من عندهم، وبعدين الاتحاد الاوروبي كله، وبعدين اخر حاجه للاطباء من الميدل ايست والاريبيان بالذات اخر حاجه في الليست. فحكايه المعادله دي يعني وابدا الطريق هناك. اتس اب تو يو اف يو ار شور اف يو هاف جود سبورت هناك مثلا، بحيث ان لو ما فيش شغل ممكن ابقى قاعد بشتغل في ريسيرش في حاجات ثانيه لغايه ما الاقي شغل حتى يساعدني. انما انا معلق امل ان انا اعمل بلاك ولا حاجه من الاتراكم دايما، يعني اي بريفير انه تو ريكونسيدر اللي انا قلته دلوقتي. بعد كده الحقيقه سبورت سيرفيسز اند ريسورسز، انا قلت لحضراتكم ان احنا بنجهز السي في. بنجهز السي في ال5 سنين، ذات شور بلان، ميكينج اب يور سي في. فلازم اعلي كل حاجه فيها. الدكتور النهارده في مصر والعالم مطلوب منه great command، مش good command، great command of English language، لازم اعلي الحته دي عندي. الكومبلمنتري كورسز، يعني النهارده ده ما ينفعش بطل من غير سونار مثلا، يعني لازم ان انا ابقى عندي سونوجرافر كمان، ده بيت سايكلست، وجزء من الفحص بتاعي لازم يكون سونار. وهكذا في كل البرانش الثانيه، في اي برانش في الطب لازم يكون عندي الكومبلمنتري كورسز المكمله ليه. دكتور النساء او دكتور النساء لازم يكون بيعرف يعمل كل انواع الانترفنشنز بتاعت النساء. برضه باكد في الفيرست 5 years هم دول بتوع تعليم كل حاجه. اللي مش موجود اللي واخد مجال في الجامعه دي بيقول طب انا جاي مره دكتوراه كانت في الاصل هيجي يشتكوا، بيقولوا لي عشان تمد ايدك على منظار مش قبل 5 أو 6 سنين، يعني اكون خلصت النيابه واخدت مدرس مساعد وعرضت النشر وفيهم بعد الدكتوراه عشان يدخلوا اوضه المناظير. طبيعي الدور طويل وكده، طب وليه مستني؟ خد دوره تدريبيه في المناظير بعيد عن الجامعه بتاعتك، انت مستني دورك ليه؟ احنا قلنا 5 سنين اولانيين لازم اعمل فيهم كل حاجه.
لازم ابدا اكون بدات على الاقل كل يعني الخبره بتاعتها مع الوقت، بس اكون بدات على الاقل بقى عندي قدره ان انا اشتغل في الماضي لما اجي اسافر اوروبا او امريكا. ما بيطلبوش منك انك تكون اكسبرت في النظاره زي الاسئله معروف اللي جاي من ثيرد وورلد كانتري اللي جاي يتعلم مش جاي يعلمهم يعني. فبيبقى مطلوب من حضرتك انك تكون بتاعك بس بتاعك. هم بيفرحوا جدا وبيحبوا جدا ان هم يعلموا، بس يعلم مين؟ واحد عنده بدايات، واحد عنده استعداد، واحد حاول وبدا في بلده. وانا بقى نزلت اول بروفيشنال 3 مانس في الشغل بقول ده فعلا عايز يتعلم وبدا في بلده وجاي يكمل هنا وبتبناه واقف جنبه. وعندهم الانتشار ده لا زال موجود 100%. بيحبوا جدا ان هم ينقلوا خبراتهم للناس اللي جايين من ثيرد وورلد كانتريز جايين ياخدوا سنين خبره زياده عندهم. فكومبلمنتري كورس بعد كده ستارت اتاتشمنت هي تارجت كانتري. احد الخطط للي عايز يسافر دوله اذا متيسر لي انه يسافر على سبيل المثال اكثر دوله انا ليها اكسسبيلتي بنزل فيها كتير بشتغل انجلترا. يا ريت لو يقدر ينزل شهر ويعمل الجي ام سي ريجستريشن وقت استقرار هنا هساعد نفسي في انجلترا كدكتور. يس اي دكتور متخرج من جامعه في مصر ده بحق انه يسجل نفسه في الجنرال ميديكال كونسل لاي شهاده بشهاده بكالوريوس بس. بس دي مش هتديك وظيفه لكن انا بسجل نفسي. واعمل كلينيكال اتاتشمنت لمده شهر. واللي عايز يلاقي ادفايس خصوصيه اتاتشمنت يعملها ازاي وفي انهي كده يعني ممكن تبقى ثلاث اسابيع مثمره جدا فيري فروتفول. هيحصل فيها ايه؟ هبقى في الشهر ده اولا عملت فيرست انتري دي حتى الفيزا بعد كده لما اجي اخدها تبقى اسهل لان انا سافرت ورجعت من رجعت فيزا ثانيه تبقى اسهل. تاني حاجه ان الكليت الاتاتش دي تعتبر صديقه عمل في اليو كي. لما باجي اقدم على وظيفه بعد كده واشتغلت في انجلترا كده اقعد في كليت الاتاتش لمده شهر في المكان الفلاني. That's going to give you a great privilege. ثالث حاجة إن أنا عملت جي إم سي ريجستريشن. فـ 1 مانس فيزيت للبلد اللي أنا ناوي أروحها إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، وريفر. حتى الشهر ده إداني بريفليج في السي في بتاعتي إن أنا ممكن بعد كده أقدم على وظيفة فيها لما أنزل مصر تاني وأستنى وظيفة تيجي وأكون مخلص الشهادات في السي في بتاعتي بقدم على وظيفة. بعدين جوب سيرش ويب سايتس. طبعا خلاص احنا قلنا في نهايه الدراسه كان بيروح حدد الدوله اللي هو عايز يسافرها بره. وبدا بقى ايه يعمل لينك من على الويب سايت ياخد مثلا يعني بي ام جي ريتش انتر جورنال لو عملت ابلكيشن عليها يبعت لك كل يوم على الايميل وظائف من النهارده. من النهارده كل يوم اربع او خمس وظائف. لو انا طبعا عامل قبليهم كلينيكال اتاتشمنت شهر في انجلترا ومسجل نفسي في الجنرال ميديكال كونسل وبدات ابعت لهم على وظائف. هتبص في الاماكن العامه دي بتبعت لحضرتك تقول لك تعالى علشان تنترفيو للوظيفه دي. ممكن تسافر مره ثانيه تنزل على الوظيفه على طول. يبقى الستبس وترتيبها بالنسبه للسفر من الخارج للعام من الخارج مش من الدراسه من الخارج والنيابه من الخارج بتبقى محتاجه ان انا اجوين من داي 1 على الايميل بتاعي الويب سيرش سايت وأكد لحضراتكم prepare a detailed CV. جهزوا سيرة ذاتية قوية جدا. believe in yourself. believe إن كل حاجة بتعملها قوية جدا. حضورك هذا المؤتمر is a privilege. ده شهادة لازم تاخدها بيها وعايز الفايل بتاعكم. أنا شفت الدكاترة لما بعمل انترفيو للتخين ويسترن انفيرمري مستشفى كبيرة في جلاسكو وكنت بشوف الدكاترة هي الباكستانيين والهنود أنصح مننا ببص عليهم لقيت فايل تخن كده للمؤتمرات والدورة. المؤتمر بتاع شركة أدوية اسمه في 100 مرة من أول سنة في امتياز قضية تورونتو. يا ريت ريكومند أطلب من شركة أدوية تعمل لي الشهادة اللي أنا حضرت معاك مؤتمر. دي ساينتفك أكتيفيتيز بتاعت الطبيب. أنا يعني أنا يسعدني جدا إن أنا أخد دكتور أبديتي عمال يحضر مؤتمرات ومستمع لسه. ده شيء مهم جدا كويس لي. ده يبقى معناه انه ابديتد قوي في تخصصه. فنفسي في الفايل بتاع السي في يبقى زي الباكستانيين والنور يبقى تخن كده. مليان بكل ما يعملش خطوه يعني صباح الخير دي بفلوس يعني انا مش حاجه اختار لك مؤتمر اوقف معاك في عياده او اعمل لك فيفر الا ما تديني شهاده ليها. وقفت مع مستشفيات اديني ريكومنديشن ليتر. اديني ما يثبت ان انا وقفت معاك ثلاث شهور ورقم ترخيص العياده بتاعت حضرتك. واي استاذ اي حد المفروض ان يسيطر
داخلنا، وعايزين دايما نخدم الحاجات دي بما يلي من قبل التطامس، بحيث يبقى بعد كده الرصة من الخارجيه وتبقى شهاده دوليه ممكن تشوفها تقدمها في اي حته الفايل بتاعك. ف don't forget you must prepare a detailed CV. السي في دايما بيتعمل with reference letter. كتابه السي في is not an easy procedure, it needs training. دكتوره منار المره دي انتوا عاملين yes please ركزوا فيها قوي، يا رب يكون معهم حاجه برنتد منها بعديها كمان او يبقى على تواصل مع حضرتك او اي حاجه، لان كل دكتور قاعد هنا النهارده منورنا هيبقى محتاج ان يبقى عنده ديتيل سي في عاملها لنفسه كويس جدا. اي دكتور لازم يبقى معاه ديتيل سي في معموله كويس جدا. حتى في مصر النهارده في مصر الاماكن اللي بتحترم نفسها ما حد بيجي يقدم فيها بيقول لك انا عايز السي في بتاع حضرتك، وخدوا بالكم السي في بتتقري بعنايه، بنقراها بعنايه شديده بنذاكرها. ليه؟ ساعات ليها حاجات انتم حضرتك ما تاخدوش بالكم منها. انا ساعات مثلا بلاقي دكتور بيقول لي ان خبرتي من سنه كذا لسنه كذا كذا، وبعدين مثلا لغايه 1 مارس 2014 كذا، وبعدين من 1 يوليو ولا اغسطس كذا. الله، طب كان ابريل وماي وجون كان فين؟ فين؟ بس السؤال ده عارفين ليه؟ بره مصر ما يعرفناش، معلش انا اسف ما يعرفك ايه جالك، ممكن الثلاث شهور دول تكون كنت في السجن عامل جريمه او عامل حاجه، فانا لازم السي في بتاعتي يكون اكسبلين من فين؟ انا بخلص امتياز 1 مارس ماكسيمم 10 مارس بكون اتحقق وظيفه اكيد في الحكومه في النيابه في الجيش، لازم يكون موصوله بعضها باوراق بتقول انا من هنا لهنا لهنا. ماكسيمم accepted لا لا تخدم وظيفه او شغل قدامي 3 مانس اكثر من كده كتير. It has to be explained. ثلاث شهور كتير كان فين او كده. ده الفكره طبعا هتسمعوا سي في بالتفصيل، وبعد كده احنا هنتكلم عن اليو اس مي او عن الماس. اوكي اكمل على طول، انا عشان ما اخدكم جدول مشحون جدا فهحاول بسرعه اتكلم عن الشهاده اللي انا متخصص فيها من الجيس. انا مسؤول عن الممبر شيب والضرايب كولج اوف فيزيشن، تهيئه الاطباء في ميدل ايست ومصر طبعا فوق راسنا قبل اي دوله ثانيه وحضرت قبل اي احد للام ار سي دي، دي الشهاده اللي انا متخصص فيها اكثر حاجه. لا نكست الام ار سي دي الشهادات اللي اي حد في تخصص الباطنه العامه او السب سبيشاليتي لازم يكون فكر فيها وفكر فيها كتير، واغلب الدكاتره ما خدوهاش لان في جزء بسيط خدها، والترند ده الحمد لله انا ضيعته شويه بفضل ربنا، وان شاء الله هيجي وقت هيبقى الام ار سي دي جزء من الكوريكولم بتاع اي دكتور مصري حاصل على ماجستير وداخل في البرانش البطنه العامه او السبيشاليتيز بتاعت الفضل. الام ار سي دي كان في يعني الحقيقه قصه الرويال كولج عريقه جدا ومن اعظم كليات الطب في العالم تاريخها 400 سنه ونزلت في الروايات، وانا دايما اسوق لهذا الكتاب قصه روايه فاسيل بدل في ما اعرفش بدل روايه الادب الانجليزي وموجوده ترانسليت في 9 لغات بما فيهم العربي، القلم بتاعت اي جي كرونين دكتور من اسكتلندا. نفسي اي دكتور نفسي يقرا الكتاب ده. القصه هي قصه عملت فيلم على فكره في السينما كمان، فيلم عظيم جدا يخصنا احنا بس، وحتى معنى كلمة القلعة يقصد فيها الطب. احنا في قلعة منفصلة تماما عن بقية العالم، قصصنا ومشاكلنا واحتياجاتنا وما نشعر به والاستريس اللي بنتعرض له في قلعة لا يشعر به العالم ومشاكله السريعة. روبيليشن في حياتنا وكده. اللي يقرا القصة دي يحس كل واحد وبيقراها بيقرا يعني قصة حياته، اللي بيقراها في بداية التخرج بيبقى عنده مصدر وقيم رائعة عن ايه كرامي لما قال في الرواية دي إيه؟ أتمنى تقروها وتقروها. على فكرة جت وقت كانت مقررة الثانوية العامة أدبي في مصر هنا من حوالي 20 سنة يمكن 25 سنة. الام ار سي دي حرفيا حضرتك في التهجير لما نشوف الهرم بتاعهم وانجلترا الفرق بينهم ايه في الهرم الطبي البكالوريوس دايما بي سي اتش مهمه زي بعض اللي اتخرج منه هنا زي هنا كده اخر في الكارير جي
كده بره الشهاده الاجباري للام ار سي دي، شهاده اجباري اي طبيب في اليو كي معاه ام ار سي دي. يعني اتس نوت ا بريفليج، ده اجباري، هي زي ماستر عندنا كده، زي ماستر الدكتوراه، يعني طالب من ماستر الدكتوراه على طول ده الام ار سي دي. لازم اي دكتور يكون معاه شهاده معموله عشان الكل ياخدها، مش معموله عشان حد يستطيع، لا جوه انجلترا ولا في مصر ولا في اي حته، هي معموله عشان الكل ياخدها. يعني دي جزء من ريكوايرمنتس عشان ابقى كونسلتنت وان دي، وما فيش حد يرفض، ما ينفعش سلوك بيتاخد في مصر هنا في الدكتوراه ان فيها تعقيد او فيها تصفيق او كده، لا كل اللي داخلها هياخدها بفضل الله، ما هياش حاجه لا صعبه ولا مستحيله ولا فيها اي حاجه خالص. ولو اتعاملت معاها من دي وانا بالطريقه المطلوبه الصح، الام ار سي ده تتعمل في وزن 1.5 years maximum 2 years تبقى معاك الام ار سي. ذاتس واي المحاضرات في الخمس سنين الاوليين انا المفروض اكون خلصت نيابه واعمل الماستر المصري واعمل معاك الام ار سي. انا بتكلم عن كبير البلد طبعا خمس سنين الاوليين خلص شهادات التقريبا، يعني فهو سجل الدكتوراه كمان، والدكتوراه المصريه بدات براحتها يعني وقت ما يعوزوا ينجحوها هم وقت ما يعوزوا، يعني ده دور هم ماشيين مصر بالدور يعني بالدور، يعني 6 مرات 8 مرات وبعدين مبروك معاك للبرج، يعني هو كمان مرتين او ثلاثة حاجة، يعني ده الستايل ده. بس مش من الشهادات اللي الواحد يستناها الحقيقة، واخدين كارير الجامعة مع حضراتكم يبقى عارف ان الدكتوراه المصرية هتعطله شوية، الدكتوراه بتاعت الجامعة بتاعته هتعطله شوية، بيكبر في السن قوي زي ما يقولوا يمكن اللي خدوا ام ار سي دي ماستر وسافروا لو بقى عاملين ماستر بدري عنه، يعني بقوا يعني عملوا التكوين نفسهم اسرع شويه. يعني انا رايي 3 سنين بتوع نيابه فرصه ارجعها اخلص فيهم ماستر اخلص فيهم ام ار سي دي. عندنا ماستر يعني تخصص وعندنا ريزنس هي وعندنا تورسي عندهم هناك متخصصين يحرسوا اوفيسر من مدرسه الامتياز هي السنه الجونيور 3 سنين سينيور هاوس اوفيسر او فاونديشن بتوصل فيه فاونديشن يعني طريق تالت، يعني حاجه زي طريق تالت في مصر كده، يعني لو ما فيش مكان في النيابات ممكن تبقى فاونديشن ييرز طريق تالت لبناني طريق تالت ملوش علم بعد ما يخلص النيابه هو وصل شغل بعد كده، لكن الهاوس اوفيسر بيبقى في المستشفى في بلاس اللي معاش. الام ار سي دي يو كي انترنال ميديسن هنا بقى في مصر مع الاسف في ام اس سي او ماستر في سبيشالتي، يعني اللي داخلين ترابي اللي داخلين كارديولوجي اللي داخلين نيورو اللي داخلين سب سبيشالتي في البطنه بياخد ماستر، دي غريبه جدا انه بياخد ماستر سبيشالتي. طبعا ده انا اكسبت في اليو كي المفروض الصح ان انا الماستر بتاعي يبقى بطنه عامه في اي سبيشالتي، انا مش محتاج سبيشالتي في حاجه، انا محتاج ان انا اكون دكتور بطنه عامه قوي، وبالتالي سبيشالتي ممارسه، انما الدراسه تكون بطنه عامه عشان ابقى ريجسترار او كده. بعد كده هنا في مصر بيبقى لازم الام دي عشان اخد درجه مدرس بره الحقيقه، الام ار سي دي بتهيئني للريجسترار، لكن عشان ابقى كونسلتنت جد عليهم الكي بي اي او النولج بيز اسسمنت او الاس تي اي سبيشالتي سيرتيفيكت اكزام، عباره عن وان داي اكزام اللي هي بتدي زماله التخصص في البطن، زماله الجاستروانترولوجي، زماله الاندوكراين، زماله في بعض الحاجات لسه بتعمل لها زماله لغايه دلوقتي، ومشروع جديد اللي اتحط فوق على الشمال ده كي بي اي، يعني كارديولوجي ملوش، يعني انا عايز اقول الاستشاري الكارديولوجي في يو كي معاه ام ار سي بس، لكن بيشتغل في قسم كارديولوجي. اذا الدراسه الاساسيه لاي دكتور في البطنه لازم تكون بطنه عامه. وبمنتهى الام ار سي احنا هي وي ار سو براود بالشهاده دي، ان هي مستواها في كل الاستشاريات مطالب بحضرتك في كل الاستشاريات نفس ما هو مطالب به الكارديولوجيست والجاسترولوجيست والنيورولوجيست البطنه وعمق وباهتمام وبشده في كل التخصصات. Which means ان المعهد الام ار سي قوي جدا في البطنه وقوي جدا في التخصص بتاعه زيه زي زمايله اللي هم المتخصصين فيه في هونداي. الحقيقه بقى عشان ابقى بروفيسور هنا في مصر الام دي بتهيئ الواحد يبقى بروفيسور مع الوقت، اعتقد الادبيات بتبقى 10 بيبرز و10 بيبرز بتاخد فيهم استاذ مساعد واعطي استاذ اللي هو البروفيسور. بره برضه نفس الكلام عشان لازم اشتغل في ريسيرش عشان